Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yekulu Teala fi kitabih ve huvellezî ceale leyle ven nehâre hilfeten limen erâde en yezzekkere ev erâde şükûra. Fallahu Teala yehlufu leylun nehâr ve yehlufu nehâren leyl. Limâze? Liyezzekkere l'insân. Ma ma'na yezzekker? Yani enel insân el mu'min el murtabit billâh. الذي يعتبر الأيام هي أعظم ما يملك وهو أعظم نعمة ينعمها الله به على هذا العبد يرى أن الإنسان كما قال الحسن البصري هو مجموعة أيام كلما ذهب يوم من أيامك فقد ذهب جزء من عمرك وقربك إلى حتفك وهو لقاء ربك فالإنسان يمكن أن يغفل في النهار فالله تعالى جعل الليل يخلف النهار لماذا؟ ليذكر الإنسان أنه أضاع واجبات النهار فماذا يفعل العاقل الذي يعلم ويوقن أنه سيلقى الله؟ ماذا يفعل؟ أن يستدرك ذلك النقص الذي اعترى عمله في النهار فيفعله في الليل وكذلك الذي يغفل في الليل يعقب النهار الليل من أجل أن يستدرك العبد في النهار ما فاته في الليل وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام على ورد من أوراده أو قيام فإنما يقوم بتعويضه في النهار وأيضا الإنسان إذا أضاع شيئا في النهار من النوافل فإنه يستدركه في الليل بحيث يقوم به بإذن الله تعالى حتى يتدارك أمره هذا بين الليل والنهار فكذلك بين الفصول الفصل يتبع الفصل ففي الصيف اليوم طويل والليل قصير فيصعب على الإنسان في أيام الصيف أن يصوم لطول اليوم وشدة الحرارة ويصعب عليه أن يقوم الليل لقصر الليل ولكون الوقت بين صلاة العشاء والفجر هو وقت قليل جدا لا يمكن أن يحتوي على كل نشاط الإنسان فيحتاج بعد العشاء أن ينام إذا كان يريد أن يستعد ليقوم لصلاة الصبح لكن الله يخلف الصيف بهذا الشتاء الذي سمي ربيع المؤمن وسمي غنيمة المؤمن غنيمة للمؤمن ما معنى غنيمة؟ أي أن الأيام باردة وقصيرة فما أسعد المؤمن بيوم بارد قصير يستثمره في الصيام فيصوم يكثر الصيام فيستدرك بأيام الشتاء بحيث يغتنمها في الصيام لتلك الأيام الطويلة في الصيف التي أضاع فيها الصيام وفي الليل الطويل في الشتاء يستطيع أن يقوم بين يدي الله ويناجي ربه ويخلو بربه ويذكر ربه يعوض تلك الليالي القصيرة في فصل الصيف التي لم يكن لديه الوقت ليناجي ربه وبذلك فإن فصل الشتاء يخلف فصل الصيف في ماذا؟ في مسألة التذكر وفي مسألة الاستعداد ليوم لقاء الله تعالى فيعوض ما فاته من صيام في الصيف لشدة الحر وطول نهار الصيف بكثرة صيام أيام الشتاء الباردة القصيرة ويعوض قصار الليل في الصيف بحيث لم يكن قادرا على القيام بطول القيام في ليالي الشتاء الطويلة هذا ربح فيا مسلما غنيمة المؤمن هاته اغتنمها أكثر من ذكر ربك وتدارك النقص الذي اعترى عملك طوال أيام العام وخاصة في تلك الفصول وخاصة فصل الشتاء فصل الصيف فأسأل الله تعالى سبحانه أن يجعلنا ممن يذكر وممن يتدبر وممن على طاعة الله يصبر وعلى نعمائه يشكر
وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.